طيب مين عارف هنا هيطلع ايه لما يكبر؟ كويس. انا لما كنت بتسأل السؤال ده انا صغير كنت دايما بجاوب بقول انا عايز اطلع مهندس، عايز اطلع مهندس اشتغل في شركة عربيات، شركة طيارات، شركة معدات تقيلة، بس انا حابب قوي موضوع الهندسة ده فعايز اطلع مهندس. المهم انا وانا طفل صغير ما كنتش بحب الاكتيفيتيز الاندور، السيجا بقى والاتاري وبتاع. طبعا انا جيل قديمة، كان سيجا واتاري، انتم ما تسمعوش عن الكلام دوت، تمام؟ كنت بحب دايما الاكتيفيتيز الاوتدور، فكان بالنسبة لي احسن حجة اقولها لماما عشان اطلع انا رايح الشغل مع بابا. بابا عنده مصنع ملابس صغير جدا كده، كنت بحب جدا اروح معاه واحب اشوف الشغل اللي هو بيطلعه والانتاج والناس العمال، وكل واحد بيعمل حاجه صغيره في الدوره الكبيره دي كلها عشان يطلع في الاخر منتج. والاعجاب ده اتحول في الاخر ان انا في يوم اتجرأت كده رحت رايح لبابا قلت له بابا انا عايز اشتغل في المصنع. فالراجل كده راح باصص لي قال لي انا موافق بس على شرطين. قلت له ايه هما؟ قال لي هتبتدي من اول السلم، وتاني حاجه مش هتتعامل اي تعامل مميز، زيك زي اي حد في المصنع. طبعا ما كانش عندي مشكله في ده خالص، فقلت له ايه انا موافق. وفعلا ابتديت من اول السلم خالص من عند المساحه من الاول. وبعدين لما رضى عني يعني وكده ابتدى بقى ايه يوديني في مكنه كده، مكنه في المصنع. المكنه دي اول مكنه في المصنع خالص، مكنه كده ايه بتشيل الوبر اللي في الخيط، ولما يبقى في قطعات في الخيط تعمل عقد وتخلي الخيط كده بقى ايه نضيف جدا عشان يطلع لايه لصاله النسيج ما يبقاش فيه اي مشكله خالص. فعشان تخلي الخيط نضيف جدا مين اللي بيتبهدل؟ انا. مكنه اسمها اللازونه، احقر مكنه في اي مصنع ملابس، بقف عليها كده واطلع من المصنع وبر بقى وخيط ورموشي بيضة وحالتي يعني صعبة جدا. المهم اجازة ورا اجازة، سنة ورا سنة بترقى في المصنع. خلصت اللازونة رحت داخل على المكنة السنجر، خلصت المكنة السنجر المكنة الاوفر، بعد كده مكنة اورليه، وبعد كده بقى صبي مقص دار. صبي مقص دار ده شرف كبير، كنت صغير كده تحت ايد المقص دار، بس صبي مقص دار يعني اقعد بقى في البريك بقى انا صبي مقص دار وبتاع كده. وبعدين مقص دار، وبعدين طلعت بقى مكن النسيج وها. فضلت كده لحد ما دخلت ثانوية عامة. ثانوية عامة مدرسة، دروس، وقت كتير لازم ان انا اقضيه في الدراسة بتاعتي، فكان الوقت الزيادة مش كبير، فما كنتش بروح المصنع خالص. خلصت ثانوية عامة دخلت هندسة، تمام؟ المهم وانا في هندسة الكلية فيها حرية اكتر، يعني الكلية أنا كده كده رايح بهدوم الخروج بتاعتي، بروح كم محاضرة اللي هم الأساسيين دول، بعرف أطلع من الكلية على الشغل، فالوقت اللي كنت بقضيه في الشغل في فترة الكلية كان كبير، وكان سني كبير، فكان والدي بيسمح لي إن أنا أعمل دور إداري شوية، يعني أمسك صالة الإنتاج في الميتنجز المهمة ممكن أقعد معاه، مش مع أبويا بقى لأ، مع مدير المصنع، تمام؟ أقعد معاه وأسمع القرارات وأشوف المشاكل وأشوف هو بيتصرف إزاي والكلام الحلو ده كله. قضيت الكلية كده الخمس سنين بتوع الكلية لحد ما اتخرجت. أنا نفسي أطلع إيه؟ مهندس. أخدت بكالوريوس الهندسة في إيدي وما سبتش شركة هندسة، ميكانيكا، معدات تقيلة، أسانسيرات، غير ودخلتها. كل الشركات في اسكندرية، بورسعيد، دمياط، أروح القاهرة، حد يقول لي بص في منطقة صناعية في بني سويف جديدة، روحها، أروح. كنت بطبع من السيفيهات 100 سيفي، يعني كنت بنزل مطبعة كده عندنا اسمها مش عارف إيه كده جنبنا، أطبع بال 100 سيفي. والله فعلا، وأحطهم في شنطة وأمشي بيهم وأروح المنطقة الصناعية دي أدخل. ما كانش بقى موضوع الإيميلات وكده ما كانش في كل شركات مصر يعني، تمام؟ كل ما أخش الشركة يقول لي إيه؟ معلش، إحنا عايزين حد بس عنده خبرة. خش المصنع اللي بعده، احنا عايزين حد بس على الاقل 3 سنين خبره. مصنع تاني، احنا عايزين برضو والله مهندس ميكانيكا ونفس التخصص بتاعك بالظبط، بس احنا عايزينه 5 سنين خبره. طب انا اعمل ايه؟ انا شخص متعود على طول اتحرك، على طول انا اخرج، مش متعود على قعده البيت، فلازم برضو اشتغل. فاضطريت ان انا اشتغل فين؟ في المصنع تاني. رحت قعدت في المصنع، وانا في المصنع مفيش فرصه
ينفع ان انا ما اقدم لهاش، يعني اقدم لها في الهندسه غيره كنت بقدم لها فعلا. تمام. بعد 6 شهور واحد صاحبي كلمني، كان بيشتغل في شركه ايطاليه في مصر، قال لي بهاء في شركه ايطاليه كبيره جدا جايه مصر وبتدور على مهندسين ميكانيكا مصريين حديثي التخرج عشان تاخد منهم 4 مهندسين توديهم ايطاليا تدربهم في ايطاليا ويفكوا مصنع في ايطاليا وييجوا بيه مصر هنا يشغلوه. تمام. بس الشركه دي كبيره قوي، فالناس اللي هتتقدم كتير جدا. تمام. بس هم مجالهم له علاقه بالملابس الجاهزه، فواحد زيك ممكن يكون عنده ايدج عن الباقي. حلو. رحت الانترفيو، انا وانا في الانترفيو وانا في المكان اللي بيعملوا فيه انترفيو كان حواليا حوالي 400 واحد، يعني 300 400 بني ادم، والناس بتخش ايه يعني، بتخش ممكن واحد يخش 30 ثانيه ويطلع، مفيش ما بيلحقش بيخش ويطلع على طول. وجا دوري بقى، فدخلت الاوضه بتاعه الانترفيو، كان عندها واحد كده قاعد ايطالي اسمه سينيور مارسيجاليا، اكتشفت بعد كده ان هو مدير المصنع، وجنبه واحد مترجم. سينيور مارسيجاليا ده مش بيتكلم غير ايطالي بس، ولا انجليزي ولا اي لغه ثانيه، وكرسي فاضي ان انا بقعد عليه. قعد الراجل اخذ السي في بتاعي، اول ما فتح السي في كده قال لي 10 سنين خبره. ايه 10 سنين خبره؟ قلت له اصل انا كنت بشتغل في المصنع بتاع والدي من وانا عندي كذا. اي لا، ما اسمهاش بتشتغل في المصنع بتاع والدك، اسمها كنت بتفسح مع والدي. قلت له لا بس انا كنت بشتغل. قال لي يعني اشتغل؟ قلت له يعني كان عندي ديوتيز وبعمل انتاج وعليا مسؤوليات زي اي حد. قال لي يعني انت تعرف المكنه السنجر بتتلضم ازاي؟ قلت له المكنه السنجر بتتلضم ازاي والمكوك بيتركب ازاي والمكنه الاوفر الثلاثه فتله والاربعه فتله وجيرو القص والمقص دار والمكنه المسيج والعيار والجوج والابره وازاي بعمل سيلكت الابره وازاي بنظف المكنه وازاي بعاين وازاي بعمل الكواليتي انسبكشن على كل مراحل الانتاج وازاي بقسم خط الانتاج وازاي بحط المكنه وازاي بعمل الخطط وكل الكلام ده. تمام. انا عمال اتكلم والراجل المترجم اللي بينا ده مش بيتلج، مش انا بتكلم كلام ساينتفك وحاجات فيها بقى ايه مكن وبتاع، هو مش عارف الكلام ده فسكت. فهو بيقول بيتلجلج، فالراجل الايطالي راح قال له ايه انا فاهم، وقعد يسيبني اخلص لحد الاخر. اول ما خلصت راح رافع سماعه التليفون، راح مكلم السكرتيريه بره قال لهم هاتوا لي كونتراكتو دلوقتي حالا. راح مدخل لي العقد يعني، راح مدخله حطه قدامي قال لي امضي. قلت له امضي ايه؟ قال لي امضي دلوقتي، انا مسافر ميلانو بالليل ومش همشي غير والعقد بتاعك معايا. الحمد لله سافرنا ايطاليا، وفي ايطاليا كنت الحمد لله نجحت كويس وترقيت من اوبيرايو عادي، من عامل عادي لكابو لرئيس لديريجنتي، خدت السلم كله. ورجعنا مصر عشان نعمل المصنع الايطالي ده في مصر، كان بعد احداث الثوره على طول، فالمصنع ما قدرش ياخد تصريح، فهم استخسروا ان هم يسيبونا، فقالوا لنا طب ارجعوا معانا ايطاليا تاني نستفيد منكم لحد ايه ما نقدر نعمل المصنع في مصر. لكن احنا كان بالنسبه لنا برضو ايه صعب ان احنا نرجع تاني وفتره مفتوحه وكده، فقلنا لهم احنا هنشتغل في مصر وقت ما ترجعوا في اي وقت، بس كلمونا هنرجع على طول على المصنع ما تشغلوش بالكم يعني. لكن فعلا لحد دلوقتي ما قدروش ان هم يطلعوا التصريح والمصنع ما قامش. انا بقى كنت فين؟ في مصر. معايا قد ايه خبره؟ 3 شهور بس. ايطاليا بقى مش ايطاليا، ما لهمش دعوه، فانا لسه ما عنديش خبره. فروحت فين؟ المصنع تاني. تمام. اشتغلت في المصنع، كل شويه بتطور، بقوي جدا شبكه علاقاتي وبقوي جدا من قراراتي وبشوف الدنيا فعلا ماشيه ازاي وبستفيد جدا. تمام. فضلت كده وبرضه بدور، انا برضه لسه عايز اطلع مهندس، بدور على فرصه شغل في هندسه، لحد ما في يوم جات لي شركه سعوديه وكيل لواحده من اكبر شركات المانيا في المعدات الثقيله، حاجه كده ما احلمش بيها يعني، حاجه ايه ده انا ازاي. تمام. وافقت طبعا على طول ورحت السعوديه. اول ما دخلت كده لقيت الدنيا فيها مشاكل كتير جدا، جنسيات مختلفه، فنيين فلبين مع ناس بنجلاديش مع هنود مع مصريين مع سوريين، وكل واحد كوميونتي كده قافل على نفسه بيعمل حاجه واحده وبتاع، البرودكشن بطيء جدا بالنسبه للانتاج بتاع الورشه وحجمها وامكانياتها، مفيش شغل بيتم صح، السايكل فيها مشكله. فرحت عامل بكل بساطه ريستراكشر، عملت خط انتاج. تمام. الموضوع ده اخذ مني حوالي من شهرين لثلاثه. بعد 3 شهور قدرا كده جاء واحد خبير من الشركه الام اللي في المانيا الريجنال دايركتور، وجاي يعمل انسبكشن على الورشه عندنا. فاول ما دخل قال ايه ده، في ايه اللي حصل هنا؟ قالوا له اصل في مهندس مصري جه من 3 شهور مكتبه فوق وعمل ريستراكشر وخلى ايه كل جنسيه، يعني التيم كله مش جنسيه واحده، كل واحد من جنسيه، وعمل بقى والحاجات دي كلها. قال لهم فين ده؟ قالوا له مكتبه فوق. فطلع فوق، كنت انا في البريك دخلت لقيت مكتبي في واحد قاعد عليه وحاطط رجلي على رجلي كده. قال لي انت بهاء؟ قلت له اه. قال لي انت كنت بتشتغل ايه قبل ما تيجي هنا؟ انا عايز اعرف انت كنت بتعمل ايه قبل ما تيجي هنا؟
حكيت له الحكايه كلها. فوانا بحكي له قال لي طيب وخط الانتاج ده انت كنت بتظبطه كده، فكنت بتحسب الانتاجيه ازاي؟ طب الحسابات دي هي اللي خلتك تعمل اللي انت عملته هنا؟ ها 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 ها. راح جاي لي في الاخر ايه؟ طيب انا عايزك تيجي معايا المانيا. شحططه، انا متشحطط على طول. شحطط بس شحططه وشحططه بقى، بس السعوديه الالمانيه ما فرقتش يعني، نفس الشنطه مقفوله خدها وسافر. احنا بنعمل بروجرام للمهندسين بنأهلهم يبقوا سينيور انجينيرز عشان يبقوا بيراقبوا المنطقه معانا، المينا ريجن اللي هو شمال افريقيا والشرق الاوسط معانا. فهنأهلك تبقى سينيور انجينير وترجع هنا بقى نطلبك في الخليج، نطلبك في الحته الفلانيه تعمل الشغل بتاعنا كله. قلت له ما عنديش مشكله. فعلا رحت اورنسبرج، تميت التمرين بتاع التي تي تي بتاع المهندسين الميكانيكا للشركه الكبيره دي، خلصته. وانا هناك كل بساطه بقى، كل بساطه انا دلوقتي في المانيا في واحده من اقوى شركات العالم في المعدات الثقيله سينيور انجينير. انا اتخطفت كده، انت عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى مهندس. انا اتخطفت رحت اخر هندسه، وفجاه لقيتني مش في مكاني، انا مش لاقي نفسي، مش 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 انا مش هنا. فقررت ان ارجع مصر واشتغل في الملابس. واول ما جيت عملنا شركه ملابس صغيره كده، الحمد لله الشركه دلوقتي كبرت وراس مالها اتضاعف 3 4 اضعاف الحمد لله، تصدر ل 13 دوله في العالم والحمد لله يعني الحمد لله. انا جاي هنا عشان اقول للناس سؤال بيتسال لي، انا دايما بقول اشتغل اي حاجه. ليه تشتغل اي حاجه؟ لان احنا ببساطه مش عارفين مستقبلنا. احنا بكل بساطه ما نقدرش نحدد واحنا اطفال صغيره انا عايز ابقى ايه وهبقى سعيد فيه ولا لا. اللي عارف امكانياتنا وانسب حاجه لينا هو اللي بيدينا الطرق اللي تودينا للتارجت ده. القران الكريم بيتكلم عن قصه حد عظيم جدا. الراجل ده راح من الشرق للغرب وحقق انتصارات كبيره قوي. القران ما قالش انه عمل حاجه غير حاجه واحده بس، واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. شكرا صاحبي.